ورقه هاي هاي ورقه انه بيرجعك البيت يعني توقع تبي يعني اعتذر تامين لا تامين تامين هذا ضد الغير ولا بس الرجوع مبشر انا روحي ما ساكنين في دبي نحن اللي ساكنين بعيد خليه يودي لنا هي بنتعلق في هذا الصندوق يلا بالدور بالدور يا جماعه يلا بالدور فقط ما في اضاءه ولا كل شيء اوكي هي هنا شبريت 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 تفتح تاخذ لك شبريت ان شاء الله ولع لي اياها تبغى مني شيء؟ اسال الدواء ولع لي اياها وصل لي اياها بس ولعها ولعها وفرها في الطاس مره؟ افرها اهداء مني ومن طرف الخيل والحاضرين بس سيدي ياد نبر خير الله الله طاسه فاضي لا فظيع لا شوف الحين ارجع البيت شيك السيديات موجوده في البيت السيديات شيك السوا شيك كل شيء ترى ما شيء كل شيء المفروض احنا اللي نسمعهم مو المفروض بلاش نطلعهم ممكن يعني يسوون اشقر ما دام في سالفه ما دام في ما دام في سالفه عيال صحيح صح المفروض نحن ناخذ السيديات على هذه الدين الله يخليك يعني شوفوا الاشياء العجيبه نعم زاهر تروح البيت طبعا خلاص ما يبتلي مشاهدينا انتهت الحلقه تصبحون على الف خير وعندك في واحد بيسلم قبل ما تروح وانت واقف كبر علينا واقف هنا سالوك وايد اسئله وانت جاوبت على السؤال صحيح زين بسالك سؤال بس لا تجاوب عليه زين فكر في مخك تحطونها في الصندوق وانا بحاول اني اخذ المعلومه من الاجابه بس تشوف نعم يا سيدي زين نعم المعلومه تكون في بالك صحيح كامل علينا ولا احد يغمض عيونه ولا يلمح اوكي اول سؤال ولا تجاوب بالك بس ودي انك تفكر باكلتك المفضله في بالك نعم لا تقول لي اياها اوكي زين يمكن تكون خاطئه الاجابه وانت ما قلت لي اياها وانت من بالك قلت لك لا حاول... ما انا اقول هدا سنه انزين حاول تطرش لي اياها وانا كتبت اجابه موجوده فيه نعم قرا بحط الجيب اكلتك المفضله صحيح حق الجمهور نعم شو الهريسه 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 كيف يا هذا خطر علينا صحيح لا لا رقمك المفضل بالك رقمك المفضل نعم من بالك دبال. اوكي للجمهور واحد رقم رقم واحد تطلع ببالك كم هي صحيح واحد عجيب قبل ولا شيء لا والله ابد والله ما تصرحت حق حد بهاي الاشياء خايف ولا ليه اللي زايد صحيح على اساس المقرنات مدينه حابب تزورها نعم ودك تزورها وليل يوم ما زرتها صحيح موجود تدعي فجوني يا اخي جابات مني كمبيوتر ينفذ منك ايش يمكن تكون غلطان اي صعب علي بس ما تكون ما عليه وحده برايح احنا هناك مشكلة احنا اثنين ومهمات ايوه المدينة اللي ببالك صحيح هو ما تشوف الشاشة ولا؟ ما تشوف الشاشة المدينة اللي ببالك لأول مرة للجمهور فينيسيا 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 يعني حي يا جماعة ساحرنا ما ادري سحرنا شوي لكن عندك شيء؟ والله جاهز تروح؟ ها البيت؟ بس حبيبي انا احب اقول شيء والله العظيم وانتم تصدقوني اني الاخ اول مره اشوفه انا يعني ما اعرفه من اول سابق وهالكلام ما تلاقين عشان اشرح له واخبره ولا اسالني اصلا هو فيعني انا الحقيقه مندهش
ومستغرب ومتحير وخايف لا خايف على الخوف اول شيء عرفت كيف؟ فانا الحقيقه اهنيك على هذه الاريحيه اذا سميناها البعد النظر الحس الغريب الحس الساس او شيء كذي بس انا ما اعرف انا ساكت اهنيك الحقيقه وبناء على شيء انا اسمح لي اقدم لك بوسه جميله الله حيد وقت المغادره وريموت كنترول استاذ عبد الله بالخير طبعا نشكر لك حضورك و انت البيت جاهز كل سنه وانتم طيبين والف مبروك ونتلاقى ان شاء الله حفظك الله يا ربي بيختفي يا جماعه اقول لك ها بقدر بساط الريح ما اعطيت ريموت كنترول لاحظته الريموت اول شيء بخليه للحظه الاخيره ما تبغيه صحيح الماستر الماستر باخذه وياي يلا بس خلني اول اتخلص الصندوق السحري يا الله بس تكون غريب لا حسيت بسالك ولا والجهاز يلا 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 ولا سالك ولا مالك ولا عبله حتى يلا شكرا لحضورك فناننا حفظكم الله حبيبي الى اللقاء يلا بالدور يا جماعه ها يا ريت لا انا ارفض اخويا لحظة أنت موجود هني ولا؟ موجود شوف ارفع ايدك هذه زيها ها زين هاي ايده يلا عشان تشوفوني بس زين يلا بتشوفنا الحين تشوف البرنامج في المدبي بقول لكم ترى كل ما يصير شيء بخبركم عنه أول بأول تمام في امان الله يا جماعة ترى الصندوق تحت ما في شيء تبغوني أجلس تحت بجلس مو مشكلة فاضي من تحت مثل ما تشوفون ايه خوفنا زيادة أنا روحي زايغ اسكت أنا روحي زايغ دنيسيا كيف يبتها؟ خلوه بعيد عني يلا ما شيء ازعاج في الصندوق هذا والله سهل لا صرخ لا زعاج لا شيء أنا الحين عبر الشاشة الكبيرة اللي عندي في التلفزيون في البيت. و. وراح. يخوفنا الساحر. طالع من في الغوية لاصق كذي شيء. ها شفتوا خرج الحمد لله ويا لها من تقنيه اليوم ورثت علي او انا الحقيقه تفاعلت وياها تقنيه جديده شبيهه بالايباد سرعة وتكنيك وإبهار وإبداع شلوني من هني بلمح البصر ولا مر علي سالك ولا مرت علي الزحمة ولا الإشارات ولا الكظة ولا أبداً 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 وصلت الاستديو وصورت وسجلت وخلصت واستمتعت ورجعت البيت بأمان الله والحمد لله والشكر والتقدير لسماء دبي على إبداعاتها الجميلة وما يسعني لا أن أهني وأبارك وأشارك في هذه العيد الجميل وكل سنة وكل عام وأنتم بخير مع تحيات عبد الله بالخير.